الأستاذ أحمد حسن محرر قسم الأخبار بجريدة اليوم السابع. أهلا بحضرتك أستاذ أحمد. أهلا سلام حضرتك يا فندم. أبرز المشروعات اللي يعني بيساهم فيها الصندوق الاجتماعي في الفترة الأخيرة إيه؟ إحنا خلينا نتكلم بقى شوية عن الاجتماع اللي حصل النهاردة برئاسة اللواء علي اللبيب وزير التنمية المحلية مع حوالي 10 محافظين من محافظات الصعيد بجانب وزير القوى العامله ووزير التضامن ورئيس صندوق او الامين العام لصندوق الاجتماعي التنميه. الاجتماع ناقش عدد من المشروعات المتناهيه الصغر والمشروعات الصغرى بالتعاون مع المحافظات، ايه هي المشاكل اللي بتواجه المواطنين في الحصول على القروض من الصندوق الاجتماعي وذلك لتلافيها خلال الفتره المقبله. بعض المحافظين أدوا بعض المقترحات الإيجابية، أبرزهم كان محافظ سوهاج قال إنه في الصندوق لديه بعض الإجراءات الروتينية اللي بيتعامل معها مع المواطنين وده تسبب في تعطيل أو تأخر معدل التنمية بمحافظات الصعيد، وقال برضه إنه صندوق التنمية المحلية للقروض ال 3000 و 4000 لا تحدث تعامل تنمية لأن هناك بعض المواطنين بيصرفوها في اغراض اخرى مثل سداد دين او المساهمه في زواج نجلها او ابنته وهكذا. لذلك ابدوا عدد من المقترحات الكبيره، والامين العام للصندوق الاجتماعي برضو اكدت انه الصندوق يدرس في الفتره الحاليه انشاء اكثر من 500 مشروع صغير في المحافظات بالتعاون مع المحافظين، وقالت ان هو المحافظ هيكون هو المسؤول الرئيسي في هذه المشروعات. يعني المشروعات مش هتكون مهمة اللي طالب بس المشروع، ولكن هيكون تحت إشراف المحافظة؟ تحت إشراف المحافظة، أن المواطنين بيتقدموا للمحافظة بدراسة جدوى، والمحافظين على أساس أن يكون هناك رقابة ومتابعة من قبل المحافظة وليس من صندوق الاجتماع التنمية. طب أهم المقترحات اللي هم صاغوها زي ما حضرتك قلت علشان تحسين الأداء في الفترة اللي جاية كانت إيه؟ قالوا زيادة المبلغ الموجه للمشروع بجانب التوسع في انشاء مشروعات الماشيه بسبب دخلها المضمون لدى خاصه لدى الفلاحين والمزارعين. كان برضه من ضمن المشروعات انشاء قرى حرفيه داخل بعض المحافظات وخاصه محافظه سوهاج وقنا. دي كانت ابرز المقترحات اللي قدمها بعض المحافظين، والصندوق ابدا موافقه على هذه المقترحات وابدا استعداده لتنفيذ هذه المقترحات على الفور. فيما يتعلق بالروتين، حضرتك ذكرت ان سوهاج كان لها بعض الشكوى من الروتين اللي بيعطل شويه المشروع. القضاء على الروتين وتلاشي هذا في الفتره الاولى. قال حد اكدت الصندوق الاجتماعي ان المشروع هيكون تحت ولايه المحافظه، وان المحافظه في حل موافقه المحافظه على المشروع سيقوم الصندوق بصرف المبلغ المطلوب على الفور. أنا بشكر حضرتك أستاذ أحمد حسن محرر قسم الأخبار بجريدة اليوم السابع.